اول شيء لازم نشغل التجربه الخامسه هي اول شيء كاثود درايف. اول شيء شغل اوسيلوسكوب وبعدين باور سبلاي. هذا الباور سبلاي يعطينا دي سي واي سي. هاي الدي سي وهنا الاي سي ممكن نحولها نحطها بالاي سي وهذا يعطي بس دي سي باور سبلاي. بس احنا نشتغل بس على هذا. احنا بس نشتغل على هذا. وهذا الفولت ميتر وهاي الريسيستنس وهاي الاوسيلوسكوب. زين هو شطينا قراءات هسه بالبدايه لازم احنا نريد نشوف الديفليكشن على ياهو الدي سي لو اي سي. اول شيء نحطه على الاي سي على الدي سي. اي نفس الشيء واي واحد نتاكد منه من الفولت ميتر انه هو على الدي سي وهاي على 15. هنا الشرطه الكبيره هي تعطينا واحد واحد فولت واحد. والشخطة كل شخطتين يعني صغيره او كبيره تعطينا واحد. لا مو صغيره او كبيره هاي النوس تعطيك نوس والشخطه الكبيره تعطيك واحد تعطيني واحد تعطيك واحد. وهذا الاوسيلوسكوب منه. الاوسيلوسكوب كل شخطه بي صغيره هاي كل شخطه هاي 0.2 سنتيمتر وهذا المربع 1 سنتيم وهذا المربع كله 1 سنتيم. هو شو يعطينا الفولتيه؟ هو طبعا يعطينا الفولتيه هسه اذا شغلناه يعطينا اعداد 1 2 3. مثلا لازم اول شيء نضبط البوزيشن مالته منه البوزيشن فوق الجو تتحكم بيه وبالسنتر نحطه حطه بالسنتر ومنه يمنه يسرها تقدر تسويها. أول شيء يعطينا على واحد هاي على واحد نحرك هاي على واحد هاي على واحد هسه حطيناه وشلون هاي؟ من هنا تجي تقيس تعدل شوية بالبوزيشن مالتها حتى تضبط. أنا هذا أي سي مو؟ إي هذا هسه عندنا الدي سي. هذا الدي سي ايش قطعت 0.4 مو بلا؟ إي 0.4 صحيح مثل ما مسجلين. إي مثل ما مسجلين 0.4 ها مو بوينت 8 زيد لا هاي بوينت ايش قد لا بوينت 4 رجع 0.4 8 على واحد بوينت 4 المفروض انت وين مسجل بوينت 8 مو 8 على الدكه اي بوينت 8 جزت مسجل على شو فيها هاي وقفه شوي هسه مثلا اخذنا القراءة مالت الدي سي نقدر نحول على اي سي نحول هذا بالفولتية نحول الفولتية من هنا بعد تحول للاي سي هنا هسه هم نفس الشيء كل قراءة مثلا نطلع اربعة مثلا اذا اعطانا اربعة اربعة هاي اربعة هاي اربعة هاي اربعة منها طبعا راح يطلع عندنا هو خطين لان هو مثل ما عرفنا التيرنيتي متبادل فهنا يبين مثل خطين مستقلين واحد اي فوق واحد اي لان هو ايش تطلع على كل اسم على شكل التيرنيتي متبادل سايز قد قياسه هذا هسه منها لازم نعدل البوزيشن هاي هيجي ونقدر نحسب هاي واحد اثنين خمس سنتيم ثلاثه اربعه خمس هاي البوزيشن مال فوق وجوا وهذا يمنى ويسرى بعد اني ما نلعب به هنا البكر هو هاي ما قال لنا نلعب به هاي خلصنا مو هذا الرسم من النهايه يطلع لنا من الصفر مو يا هو هذا الرسم اي هذا الرسم إيه. مال الاي سي هذا اي هذا مال اي سي وهذا مال الدي سي هذا القانون النهائي لازم اي هذا الطبق اي سي فولتاج 2.2 مال سكوب دي سي فولتاج